اتخاذ قرارات صائبة يتطلب خلفيات متنوعة، وأظن أن غياب مكون اجتماعي أساسي كالنساء عن مناقشة المسائل المتعلقة ليس بالمرأة فحسب بل بالمجتمع والسياسة والاقتصاد سيؤدي إلى اتخاذ قرارات ناقصة. موضوع الكوتا يمكن كمان بيلعب دور في هالموضوع. الكوتا ممكن انها تؤدي الى كسل النساء، بالاضافه لعدم انه ما في ثقه بحالها لترشح للبرلمان، خوف من عدم الفوز.